السلام عليكم، معك طارق من أمان. وصلنا لدار حريق من المبنى، ممكن أتأكد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعتبر نظام أمان هو النظام المعتمد في إمارة الشارقة وفقاً القرار الصادر من مجلس التنفيذ رقم 20 لسنة 2019. مشروع أمان يهدف إلى الحفاظ على الأرواح والممتلكات عن طريق ربط البنايات والمنشآت بغرفة المراقبة المركزية، والتي تقوم بمراقبة جميع الإنذارات على مدار الساعة والتأكد من صحتها بشكل فوري ودقيق، ويضمن تقليل وقت الاستجابة إلى حد أقصى، ويساهم في حفاظ الأرواح وتقليل الخسائر بقدر كبير. على فور يتم التواصل من الموظف مع مسؤول المنشأة للتأكد من صحة البلاغ، وفي حال تأكد من وجود حريق يتم تحويل البلاغ مباشرة للدفاع المدني. تمنياتنا للجميع للصحة والسلامة للوصول إلى مجتمع آمن خالي من الأخطار.